السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة خمسة، يا رب تكون الامتحانات ماشية معاكم كويس وشدوا حيلكم بقى هانت إن شاء الله، ويا رب نسمع عنكم كل خير يا رب إن شاء الله. في الفيديو ده هنعمل ريفيجن سريع على الكوميونتي فارماسي. طبعا هو الامتحان إن شاء الله عليه 40 درجة. ال40 درجة دول عبارة عن 60 multiple choice questions، السؤال الواحد عليه نص درجة، وكمان في عندك 10 complete. اوكي، بالنسبة للجزء اللي هو ال60 MCQ هيكون في منهم في منهم 10 أسئلة، الجزء بتاع دكتور انجي، تمام، الجزء بتاع الكونستيبيشن والجيرد والالرجيك رينايتس والكومن كولد، تمام. اسئله سهله جدا، اسئله مباشره جدا، تمام. في منها كيزز، في منها نون كيزز، لكن اسئله سهله ومباشره وبسيطه خالص. اوكي، برضو كذلك بقيه الجزء اللي هو 60 ام سي كيو هيبقى 50 ام سي كيو على الجزء بتاعي، تمام، برضو بنفس الطريقه اللي انتم متعودين عليها. وهنراجع معاكم دلوقتي برضو شوية نفهم الأسئلة ممكن تيجي إزاي وهكذا. طيب، وفي عندك 10 كومبليت. الكومبليت مش هيكون فيه كلام كتير، مش مطلوب منك كتابة ولا تكتب سطرين ثلاثة ولا تكتب نقط ولا انيوميريت ولا الكلام ده كله. مطلوب منك يعني كلمة ورد غطا، انت عارف المرض بتكتبه، عارف الدواء بتكتبه، بيسألك على نوع، على كلاس، على حاجة، فانت ايه تبقى انت عارف الكلمة اللي هتكتبها بس. اكتر من كده زي ما قلت لك، لو بتكتب حاجه زياده والحاجه الزياده دي صح خلاص هحسبها لك، لكن زودت في الكلام وكتبت لي كلام ما هواش صح، ده برضو هيبقى ممكن تنقص عليه، تمام. طيب، اول حاجه برضو لازم اكد عليها المحاضرات الاخيره، لان المحاضرات الاخيره واخده شير كويس في الامتحان. يعني انت عندك مثلا محاضره زي الكونتراسبتيفز، المحاضرة دي محاضرة كمان تعتبر صغيرة، يعني محاضرة صفحتين اتنين أو ورقتين اتنين، و الديوريشن بتاعتها أقل من ساعة، لكن بتمثل 10 أسئلة في الامتحان، فأنت عندك 10 أسئلة كونتراسبتيفز، ففي حاجات كده ما ينفعش تسيبها ما تذاكرهاش. الناس اللي بتذاكر بالترتيب أو هيبدأ يذاكر من أول قبل الميد تيرم أو كده، لأ، خد بالك إن الحاجات الأخيرة واخدة بوتنشيال أو واخدة شير في الامتحان كويس، تمام. موضوع الكونترسبتيفز، عشان الحاجه اللي نتكلم عليها بقى نقفلها، موضوع الكونترسبتيفز احنا اتكلمنا فيه على كذا وسيله من وسائل الكونترسبشن. طبيعي توقع ان انت مثلا يجي لك في كل حاجه يجي لك سؤال، تمام، سؤال في الكاندمز، سؤال في الكالندر، سؤال في السبرميسايد وهكذا، فتبقى انت عارف الهايلايتس في كل حاجه، ايه اللي مميز في الكاندم، ليه بنستخدمه، ايه مثلا طبيعة البروتكشن بتاعته، هل هو فيزيكال ولا هرمونال، ايه اللي مميز في مثلا الديبو بروفيرا، بتتاخد كل قد ايه، بتتاخد انترا ماسكولار عبارة عن هرمونال ميثود اوف كونتراسبشن، ايه اللي مميز في الفيميل دايفرام، ايه اللي مميز في السبرميسايد، اوكي، مين بيحمي من السكشوال ترانسميتد ديزيز ومين مش بيحمي من السكشوال ترانسميتد ديزيز. دي كلها النقط اللي انت ممكن تتسأل فيها. فأنا شايف محاضرة سهلة، الديوريشن بتاعتها مش طويلة، لو سمعتها مرة بتركيز وذاكرتها وجيت رجعت عليها حتى قبل الامتحان هيبقى كافي جدا جدا، تمام. برضو ما تنساش الامرجنسي كونتراسبتيف والكونتراسبتيف بيلز، خدنا نوع من الكونتراسبتيف بيلز اللي هو بيكون كومبينيشن استروجين مع بروجستيرون، خدنا نوع اللي هو البروجستين اونلي، وخدنا نوع اللي بنسميه امرجنسي كونتراسبتيف. اوكي، تعرف لي برضو امتى بنحب نستخدم الامرجنس، امتى بنستخدم البروجستين اونلي، مين الناس البوبيوليشن اللي ضروري ان انا استخدم معاهم البروجستين اونلي، تمام، سواء الناس اللي هم مثلا هايبر تنسيف او الناس اللي بترضع او البوبيوليشن المفضله، الاستخدام بتاع الامرجنسي كونترسبشن. كنا قلنا في عندنا تركيز 1.5 وفي عندنا تركيز 75 او 75%،
على حسب النوع الكونسنتريشن اللي موجود عندك في الصيدليه، يا اما بتستخدم حبايتين مره واحده، يا اما حبايه وبعدها حبايه تانية. كل ده احنا اتكلمنا عليه، فتعرف لي بس الحاجه المميزه في الكونترسبشنز علشان الموضوع ده واخد شير في الامتحان كويس. طيب اللي زيه بالظبط برضو عندك موضوع الاوبستي، موضوع الاوبستي برضو، لان انت ما كانش دخل معانا في الميد تيرم او البراكتيكال، فداخل معانا في الامتحان ده واخد 10 اسئله. عندك في جزئين اتنين، في الجزء بتاع طريقة التعامل مع الكيس، وفي فيديو تاني اللي كنا نزلناه اللي هو بتاع الابديت. اوكي، بالنسبة للجزء بتاع التعامل مع الكيس هيجي لك طبعا في شكل كيس، هيجي لك كالكوليشنز، عشان كده ضروري جدا ان انت يكون في معاك الكالكوليتور. هيطلب منك انك تحسب الويست تو هيب ريشيو والبادي ماس اندكس. عندك كيس مشابهة بالظبط زيها موجودة عندك في الكتاب العملي، موجودة بالحل بتاعها. مش عارف هل ترتيب الصفح متشابه عند كل الناس، وانت تقريبا صفحة 84 في عندك كيس في كتاب العملي، لو حلتها كتمرين موجودة بالإجابة بتاعتها. تمام، هي طبعا الكيس العملي ممكن تكون أصعب شوية. على سبيل المثال مثلا تحويلات الباوند والكيلوجرام مش هجيبها لك، هو أنا بطبيعتي لما كنت بجيبها تمام كنا بنكتب الكونفرجن فاكتور، وكنا يا إما بحط لك القانون يا إما الكلام ده. تمام، بس يعني تسهيلا مش هنجيب الكونفرجنز بتاعت الباوند والكيلو، يعني انت مطلوب منك بس انك تكون حافظ الفورمولا بتاعت البادي ماس اندكس، حافظ الفورمولا بتاع الوست تو هيب ريشيو، دول مش هيجي لك في الامتحان القوانين دي. تمام، لانها اسهل من ان انت من انها تيجي، الموضوع سهل جدا وتعرف تطبقها ازاي. تمام، وبقيه الحاجات بتاعتك بقى. طيب اخذنا الجوريزم في المحاضرة بتاعت الأوبستي لما اتكلمنا، وعرفنا كل رينج من البادي ماس اندكس ايه الاختيارات المتاحة ليه. اوكي، والله لو البادي ماس اندكس كان البيشنت اوفر ويت، والله لو كان فوق ال 30، طب فوق ال 40، طب في لو في معاه ريسك فاكتورز هنعمل ايه. تمام، فانت من خلال معرفتك للالجوريزم ومن خلال معرفتك للرينجز المختلفة من البادي ماس اندكس ومن الريسك فاكتورز اللي موجودة عندك في الكيس، هتختار التريتمنت المناسبة. تمام، طيب يعني طبعا احنا اتكلمنا في نفس هذه المحاضرة، اتكلمنا على بعض الأدوية وعرفنا ايه اللي هو متاح حاليا في اليونايتد ستيتس از اف دي ابروفد، لان المجال ده بقى واسع بقى شوية، ايه المتاح حاليا كاف دي ابروفد. يهمني جدا الجزء بتاع الابديت، لان العالم دلوقتي ملوش كلام غير الاوزامبيك وغير السيما جلوتايد، وهو ده دلوقتي حديث الصباح والمساء في الاوبستي والدايابيتس، هو السيما جلوتايد، الاوزامبيك والويجوفي والساكسندا والفيكتوزا، هم دول اللي العالم كله بيتكلم عليهم دلوقتي. تمام، فيهمني جدا انك تسمع المحاضرة بتاعت الابديت، في برضو عليها اسئلة، فكل ده برضو من الحاجات المهمة اللي ممكن تتسأل فيها. طيب كده احنا اتكلمنا على الكونتراسبتيفز، اتكلمنا على الاوبيستي، وقلنا تجيب معاك كالكوليتور عشان الكالكوليشنز. الفيتامينز والمينرالز، محاضرة الفيتامينز محاضرة سهلة جدا برضو، اقل من الديوريشن بتاعتها اقل من ساعة، وبرضو فيها 5 درجات، يعني برضو محدش يسيب المحاضرة دي، محاضرة سهلة خالص، هتلاقي في جزء كبير منها معلومات عدت عليك او معلومات انت عارفها، معلومات عامة. تمام، يعني انت لو سمعتها ولا في عليها كيزس ولا في عليها حاجة، هي المجرد انك تسمع النظري. تمام، اسمعه مرة واحدة بس، شكرا خلاص، فمش محتاج اكتر من كده. طيب دول كانوا بعد الميد ترم ولا ما كل انا الجزء بتاعي بعد الميد ترم؟ طيب
نرجع بالترتيب بقى. الجزء ما قبل الميد تيرم، تمام، في عندك مثلا الهيمورويدز. في الجزء بتاع الهيمورويدز مطلوب منك اولا انك تعرف الاستيجنج، تعرف الاستيجنج كويس جدا بتاع الهيمورويد. على اي اساس بقول ان الهيمورويد دي ممكن تكون انترنال او اكسترنال؟ على اي اساس لو هي انترنال بقول اذا كانت جريد واحد او اتنين او تلاتة او اربعة؟ فيهمني جدا الاستيجنج لان ده اهم جزء في الهيمورويد. طيب النقطة اللي بعد كده نقطة الكيزس. فلو هتذاكر الهيمورويد لازم تعدي على العملي، لازم تعدي على الفايل بتاع العملي اللي كان فيه كيزس، تشوف الكيز كنت بتتسأل فيها ازاي وكانت ايه التركات اللي فيها، لان الكيزس جزء لا يتجزأ من الهيمورويد. تمام، الحاجات النون فارماكولوجيكال كانت ايه، الحاجات الفارماكولوجيكال واستخداماتها. تمام، امتى بستخدم اللوكال اناستيك او ما بستخدموش، ولو بستخدمه بستخدمه لمدة قد ايه. لو هستخدم اوينتمنت للهيمورويد بستخدمه قبل ولا بعد الباول موفمنت؟ اوكي طبعا بستخدمه بعد الباول موفمنت، ده استخدام الاوينتمنت بالنسبة للهيمورويد. الاستخدامات بتاعت امتى بعمل الرابر باند ليجيشن، امتى بعمل سيرجيكال اكسيجن، اوكي اللي هو الالجوريثم برضو اللي احنا كنا عارفينه للاستخدامات بتاعت الهيمورويدز، كل ده مهم وكل ده داخل معاك. طيب الهيرفول برضو محاضرة مهمة جدا، هي طبعا الدرجات متوزعة. برضو لازم نتكلم كيس بيز، يعني لازم في الهيرفول تسمع الكيزس، ما تكتفيش بالنظري، لازم تسمع الكيزس عشان تعرف تشخص الكيزس ازاي لما نيجي نسألك في الهيرفول. تمام، تعرف امتى ممكن تقول ان دي حالة وراثية اندروجينيك الوبيشيا، امتى بقول انها تيلوجين افلوفيوم، امتى بقول انها الوبيشيا ارياتا، بطلع المعلومة دي من الكيس ازاي. استخدام الهيربول تيست، اوكي لما يجي يقول لي هيربول تيست بوزيتيف او نيجاتيف لازم اقرا الموضوع ده في الكونتكست بتاعة الكيس، واقدر ان المعلومة دي برضو تساعدني في التشخيص بتاعتي. تمام، ايه الدراج اوف تشويس لكل حالة منهم؟ كنا لخصناها مرة كده وكنا عملنا جدول ولخصنا وقلنا ايه الدراج اوف تشويس لكل حالة من دول، امتى بستخدم مينوكسيديل وامتى لا. كنا برضو اتكلمنا على تركيزات المينوكسيديل واعتقد سألنا فيها برضو قبل كده، اوكي. فيهمني جدا برضو المينوكسيديل تبقى انت عارف ان 2% بنستخدمه للفيميلز توايس ديلي، وال5% بستخدمه للميلز توايس ديلي، ولو في الريتيشن ممكن نستخدم الفوم دوزج فورم، لو حد اشتكى من الريتيشن ممكن استخدم فوم دوزج فورم. طيب الديوريشن، الكونسلنج بوينت بقى مهمة جدا، الكونسلنج بوينت بتاعت المينوكسيديل هتقول ايه للمريض؟ لازم يعرف المريض ان المينوكسيديل ده بيستخدم indefinitely، بتستخدمه يعني لايف تايم، طول فترة حياتك هتبدأ تستخدمه خلاص، لان هو وانس انك توقف المينوكسيديل هيحصل لوس للجينز دي. طيب الجزء بتاع النيو تكنيكس مهم، النيو تكنيكس اللي هي البليتلت ريتش بلازما البي ار بي، استخدام الكافيين. الكافيين النهارده منتشر موجود في كل حاجه، وكل التركيبات اللي بتنزل جديده وكل الفورميوليشنز الشامبوز واللوشنز اللي بتنزل جديد للشعر بيحطوا فيها كافيين، فلازم تكون فاهم الميكانيزم بتاعته. عدى علينا البيماتو بروست اللي هي ليها استخدام جديد، وطبعا الميزوثيرابي والهير ترانسبلانتيشن، يعني التكنيكس كلها لازم برضو الجزئية دي تقراها، دي في النظري بقى، دي هتلاقيها في النظري مش في العملي، فدي برضو لازم مهمة جدا تركز عليها. طيب اتكلمنا على الهيرفول، نيجي بقى للاي ديس اوردرز.
الاي ديس اوردرز. الاي ديس اوردرز ممكن تكتفي بالنظري، ممكن تكتفي بالنظري لو مش عايز تذاكر الكيس مره تانية، انت اوريدي ذاكرتها مره في العملي تمام. يعني هي طبعا هتفتح لك مواضيع شويه وهتاكد على نوعيه الاسئله. لو انت عايز تذاكر نظري الاي، لان هو المواضيع يعني ايه قريبه كده كده، ما فيش فرق زي ما انتوا عارفين، ما فيش فرق بين النظري والعملي قوي. حابب بعد ما تخلص النظري تحل شويه اسئله من العملي تتاكد ان انت مذاكر كويس او تتاكد على مذاكرتك؟ براحتك. طيب برضو اسئله مباشره جدا في الاي ديس اوردرز، ما دخلناش ان ديبس، بس محتاج حد فاهم. انت فاهم ومذاكر كويس، قريت مره واحده ان شاء الله هتلاقي الدنيا الامور طيبه معاك وهتبقى كله 100 100. طيب السكين ديس اوردرز، السكين ديس اوردرز يعني حتى لو قلت لك اسمع العملي ما تزعلش، هي كده كده العملي بتاعها كان صغير تمام، فانت اساسي هتسمع النظري بتاع السكن، لان احنا العملي ما كانش كبير يعني، العملي بس كده كان شوية كيسز صغيرة. فاسمع نظري وعملي في السكن ديس اوردرز علشان تبقى مغطي كل حاجة، كل الاحتمالات الأسئلة اللي ممكن تجي لك. برضو طبعا لازم، لأن في أسئلة ممكن هتجي لك من النظري ومن العمل تمام. فاسمع السكين ديس اوردرز كلها. طيب أنا كده اتكلمت على المواضيع كلها ولا في حاجة نسيها؟ احنا قلنا كمان الهيمورويدز قلناها، الهيمورويدز قلناها والهير فول والفيتامينز والسكن والاي والاوبستي والكونتراسبتيفز. اعتقد كده تمام. تمام، السلام عليكم. طيب يعني على سبيل المراجعة هحل معاكم الامتحان بتاع البراكتيكال على سبيل المراجعة. طبعا بالنسبة للجزء الأول هو ده مش هيتكرر تاني في النظري، يعني انت جزء البراكتيكال اللي هو السكاشن واحد واتنين وكده، لا ده مش معانا، اللي هو الجزء اللي كان انترودكشن وكان سبيشال بيشنت بوبيليشن، لا ده مش داخل تماما في امتحان النظري. في امتحان الفاينل الجزء ده مش داخل. يعني انا لما بكلمك من شويه وانا بكلمك على مثلا السكين بقول لك اسمع الكيزس، او بكلمك على الاي ديس اوردرز تسمع او ما تسمعش او كده، انا اقصد الكيزس اللي هي بيزد على مواضيع ليها في النظر تمام. لكن الجزء اللي في الاول السكشن في الاول بتاعت الانترودكشن والسبيشال بيشنت بوبيوليشن والكلام ده، لا ده الكلام ده مش داخل فين، مش داخل في النظري مره تانية. طيب سريعا نعدي عليه عشان تبقى احنا يعني مجرد بس للذكرى كده. بي ميديسن كان بي بورشيزد فروم بيهايند ذا كاونتر افتر كونسلتيشن وذ فارماسيست، انك تشتري بيهايند ذا كاونتر. طبعا بي ميديسن يعني ايه؟ فارماسي ميديسن. ما عندكش هنا حاجه مكتوب عليها بالبونت العريض فارماسي ميديسن الا التلفاست، فهتبقى الاجابه هنا تلفاست. طيب او تي سي دراج كان بي بورشيزد دايركتلي وذاوت فارماسيست كونسلتيشن، برضو ما عندكش هنا حاجه تيبيكال او تي سي ما فيهاش كلام الا درامامين. درامامين براند مشهورة جدا جدا في الموشن سيكنس، اللي فيكو هيسافر بره او يشتغل في اي مكان مشهورة بياخدوها وانت مسافر الطيارة وانت بتركب العربية وانت بتركب الباخرة والكلام ده، تاخد دايفن هيدرامين علشان الموشن سيكنس بالذات عند الاطفال والكلام، اللي هي الاطفال اللي بترجع دوار الحركة. طيب this drug represents an example for prescription to OTC switch، كان prescription وبعدين اصبح OTC. طيب ما انت عندك هنا الكلاريتين مكتوب عليه اوريجينال بريسكريبشن سترينث، يعني هو اصلا كان بريسكريبشن، لكن لما لقوا ان هو دواء امن للاستخدام ودواء ليه انديكيشنز منتشره على سبيل التسهيل على البيشنت اصبح هذا الدواء اوفر ذا كاونتر.
اوكي، فهو ده كان بريسكريبشن وتحول الى او تي سي. طيب بريسكريبشن اونلي اورال انتي كواجولانت، تمام، ابروفد فور تريتمنت اوف ديب فينس ثرومبوزس. في عندك دوايين اتنين هنا بريسكريبشن اونلي، ده بريسكريبشن اونلي وده برضه بريسكريبشن اونلي، لكن مش معقول تكون انت ما تعرفش ان زيسروماكس ده انتي بايوتيك. اوكي، فوجئت ان في حد في الامتحان كده بيقول لي الازيثروماكس ده بتاع ايه، فمش معقول تكون متخرج بسنه خمسه وما عداش عليك الازيثروميسين وما انتش عارف ان هو انتي بايوتيك وبيستخدم في ريسبيرتوري تراكت انفكشن وتايتس ميديا وغيره وغيره. فالاورال انتي كواجولانت هنا اللي هو حاليا مشهور جدا واشهر اورال انتي كواجولانت موجود دلوقتي في على مستوى العالم ومن اكثر الادويه مبيعا على مستوى العالم، الزارليتو اللي هو ريفاروكسيبان بتركيزاته المختلفه. اوكي، فهيبقى الاختيار بتاعك هنا البريسكريبشن اونلي هو مين؟ هو الزرليتو. طيب السؤال اللي بعده ده سؤال جميل جدا، والسؤال ده برضو اعتقد كان من امتحانات المعادله الامريكيه، هو سؤال على جزء الجيرياتريكس وليس له اي علاقه بالروماتويد ولا بالالزهايمر ولا بالكلام ده كله. بيقول لك بيشنت عنده 75 سنه عايش لوحده وبيعاني من الروماتويد ارثرايتس وعنده difficulty handling injectable drugs، مش عارف يتعامل مع الحاجات الانجكتبل، صار بيعرف يمسك السرنجه ولا بيعرف يمسك الحقنه، سواء بقى الروماتويد اللي عنده، عنده وجع في المفاصل او حاجه زي كده، تمام. فايه احسن دواء ندهوله عشان الروماتويد ولو افترضنا ان كل الادويه دي ايكوالي افكت؟ طبعا مش هينفع اديله دواء بيتاخد 5 مرات في اليوم لان هو عنده الزهايمر، مش هينفع اديله انترامسكولار انجكشن ولا سبكيوتينس انجكشن علشان هو عنده صعوبه في الهاندلنج بتاع الانجكتبل دراجز وكمان هو عايش لوحده، يعني هو ليفز الون، دي اكدت عليا الموضوع خالص، قالت لي ان هو عايش لوحده فخلاص مش هينفع حد يديله حقن كمان. فالحاجه الوحيده اللي هتنفع بالنسبه له هو الهيدروكسي كلوروكين وانس تابلت وانس دي، ده الحاجه اللي هتبقى مناسبه ليه. طيب مين من الادويه دي ممكن استخدمه سيفلي اثناء البريجنانسي؟ طبعا هيكون الالفا ميثايل دوبا عشان ده الوحيد اللي ممكن نستخدمه للهايبرتنشن اثناء الحمل. طبعا الكلام ده مش داخل معانا في الفاينل بس عشان بوضح الجزئيه دي بتاعت البريجننسي والبوبوليشن والكلام ده مش داخل في الفاينل. طيب بعد كده بيقول لي 3 years old boy، طفل عنده 3 سنين وزنه 15 كيلو عنده اندوكاردايتس وهيستخدم جنتامايس. احنا اخدنا ان جرعه الجنتامايسن بتختلف بيزد على عمر الطفل، عمر الطفل 3 سنين ده يبقى هيبقى ايه؟ هيبقى تشايلد انفانت، ده لو كان اقل من سنه، تمام. فالتركيز اللي هيستخدمه او المناسب ليه هيكون تركيز 6، هنضرب 6 في 15 هيدي لك 90، يبقى هياخد 90 مللي جرام وانس ديلي. طيب السؤال اللي بعده، طفل عنده 22 كيلو، برضو ده مش داخل في النظر يا جماعه، جزئيه الكالكوليشنز وجزئيه البريجنانسي والبيدياتريكس وال اوكي كل ده مش داخل معاك. 22 كيلو جرام تشايلد بريسكرايب زيسروماكس اورال سسبنشن فور اوتيتس ميديا، اوكي الجرعه بتاعته 12 مللي جرام لكل كيلو جرام وانس ديلي، يبقى هو هياخد 12 مللي جرام لكل كيلو جرام هو وزنه 22، اوكي يبقى هياخد كام مللي جرام؟ 12 في 22 ده في اليوم. طيب هو بيقول لي بقى لا ده هياخد لمدة 5 أيام كمان، يبقى هنضرب في 5، يبقى الراجل ده هياخد أو الطفل ده هياخد 1320 مللي جرام في ال5 أيام كلهم، ما أنت ضربت في 5 كمان 1320. طيب الزيسروماكس اللي عندك في الصيدلية عندك 200 مللي جرام لكل 5 مللي، يبقى ال 200 مللي جرام موجودين في 5 مللي، يبقى 1320 اجيبهم من كام مللي؟ عايز تعملها طرفين في وسطين براحتك، يبقى 5 في 1320 بيساوي على 200، يبقى محتاجين 33 مللي، يبقى الاجابه عندي ايه؟ 33 مللي، تمام. طيب بعد كده الكومن كولد كيس، كيس ظريفه جدا، معرفش الناس في ناس اتلخبطت فيها ليه. الكيس هنا بقى كل كلمه فيها مهمه علشان كده بقول لك تقرا الكيس كويس لان كل كلمه ليها معنى. بيقول لي اتس فرايداي مورنينج، احنا يوم الجمعه الصبح في مايو 2022، مستر كريم كومز تو يور كوميونتي فارماسي ريكويستنج ا كولد ميديسن، جاي بيسال على دواء للبرد.
he has been up all night. up all night يعني هو صاحي طول الليل متضايق علشان عنده سور ثروت، عنده احتقان في الزور، وعنده stuffy nose، عنده برضو انسداد في الانف. طيب his symptoms started 2 days ago، الاعراض بدأت من يومين اتنين. he hasn't tried anything yet، ما خدش اي حاجه، but he is anxious، هو متضايق او متوتر، to get something that will help relieve his nasal congestion، عايز حاجه تريح انسداد الانف اللي عنده، and help him get some sleep، وحاجه كمان تساعده في نفس الوقت ان هو ينام during the weekend. يبقى هو قال لي هنا كلمه weekend، وقال لي هنا كلمه ان هو فرايداي مورنينج، ان احنا النهارده الجمعه، وقال لي ان هو الراجل اب اول نايت صاحي طول الليل، والراجل بيقول انا عايز تو جيت سام سليب، يعني الراجل بياكد عليا في خمس ست اماكن ان هو قاعد في البيت، وان هو يوم جمعه، وان ويك اند، وانه عايز ينام. تمام، يعني كل ما فاضلش اي حاجه. طيب هيز باست ميديكال هيستوري فور ستيج 2 هايبرتنشن، عنده ستيج 2 هايبرتنشن 155 على 95. طيب الراجل ده لو عايزين نعمل له كوفيد 19 تيست، ايه اسرع حاجه نعملها له في الصيدليه؟ ايه الحاجه اللي اكسبل بالنسبه لي، اللي متاح بالنسبه لي، هو ان انا اعمل له الانتيجين تيست. تمام، مش اي حاجه تانية. البي سي ار هيحتاج يعني على الاقل 12 ساعه او 24 ساعه، وطبعا جهاز البي سي ار مش موجود في الصيدليات، ده موجود في معامل التحاليل والمستشفيات، فده مش حاجه سهله انها تعمل في الصيدليه. طيب الانتي بودز، الانتي بودز زي ما اتفقنا هو مش احسن تيست تعمله في الاكيوت سيمتومز. اوكي، ثانيا هو الاعراض عنده بدات من يومين، انت محتاج عشان تعمل الانتي بودز اللي هي اي جي ام، بالمناسبه مش هتنفع اي جي جي اصلا، لو هتعمل انتي بودز هتبقى اي جي ام، ودي محتاجه ان البيشنت يكون بقاله اسبوع او 10 ايام عنده الاعراض، فمش هينفع انتي بودز، وكمان مش هتنفع عشان اي جي جي. طيب الحاجه اللي متاحه دلوقتي بالنسبه لي هو يكون في عندي الكيتس بتاعت الانتيجين تيست، ودي اقدر اعملها له في خلال 10 دقائق او ربع ساعه، اعرف المريض ده عنده كوفيد ولا لا، بدقه كويسه جدا وسنسيتيفيتي كويسه جدا. طبعا الفينجر بلس اوكسيمتري ملوش دعوه بتشخيص الكوفيد. طيب البيشنت ده لو عايز ادي له نيزل ديكونجستنت، ادي له مين؟ مين عندي ينفع كنيزل ديكونجستنت؟ طالما البيشنت ده عنده هايبرتنشن الغي تماما الاورال سودو اوفيدرين، بالذات ان هو هنا مدي لي التركيز الاعلى. تمام، يعني هنا مدي لك اعلى تركيز للسودو اوفيدرين اللي هو 120 مللي جرام توايس ديلي، دي الهايست بوسيبل دوز، دي جرعه تمام، دي الجرعه الفول دوز، بس دي لازم تديها لواحد يكون ويل اند جود، ده شخص سليم ما عندوش اي كوموربيديتي، ما عندوش ضغط، ما عندوش اي حاجه، مش بيشتكي من حاجه، ده اديله الجرعه دي وانت مطمن، لان دي جرعه عاليه جدا. طيب اورال فينايل افرين 3 تايمز ديلي، لا برضه الفينايل افرين اكتر واحد في المجموعه دي بيرفع الضغط، فانت هنا انت بتضره بزياده، فمش هينفع هنا لا سودو افيدرين ولا فينايل افرين. طيب يبقى الحل هنا طالما مستر كريم ده عنده هايبرتنشن، انا هختار في النيزل سي ووتر. النيزل سي ووتر اللي ليها دي كونجستنت افكت هتبقى تركيز 2.2 من 10، وقلنا ممكن تيجي تقول لك 2.2 من 10، ممكن يقول لك 2.3 من 10، في 3% بالمناسبه بينزل ساعات للادلت، وشركات تنزل 2.2 من 10 للاطفال، وساعات تنزل للادلت برضو، فهو من 2.3 من 10 لحد 3% ده اللي بيعتبر الهاي دوز، او ده اللي هو الهايبرتونيك اللي بيعمل دي كونجستنت افكت. تمام، فده هيكون الاختيار بتاعك عشان هو عايز حاجه دي كونجستنت. طيب بالنسبه للراني نوز بقى، بالنسبه للرشح اللي عنده مستر كريم، عنده رشح، هنستخدم له حاجه انتي هيستامينك. طيب الانتي هيستامينكس اللي قدامك عندك ديسلوراتيدين، ده سكند جنريشن، ديكستروميسورفان ده ما هوش اصلا انتي هيستامينك، سيتريزين سكند جنريشن، مين الوحيد هنا اللي فيرست جنريشن؟ الكلورفينرالين ماليت، هيديني تو ادفانتج، منه هيعالج الراني نوز، ومنه كانتي هيستامينك هيعمل ايه، ومنه كانتي هيستامينك فيرست جنريشن هيعمل سيديشن ويساعد البيشنت ان هو ينام. اوكي، فهي دي الفكره يا جماعه ان هو الراجل ده. طيب هي دي لعبه بس صغيره، اجيب لك في الكيس بيشنت باس درايفر، بيشنت سواق، اجيب لك بيشنت موظف في بنك ومحتاج يركز عشان الحسابات، اجيب لك البيشنت يكون ستيودنت وعنده اكزام وعنده امتحان فمحتاج يركز، كل دول بنختار لهم فيرست جنريشن، لانه سوري سكند جنريشن، عشان ده حد انا عايزه مصحصح، مش عايزه ينام، مش عايز سيديشن وهكذا.
اوكي. لكن لما يجيب لك بيشنت ويقول لك والله ده البيشنت عنده انسومنيا، ده البيشنت عايز تو جيت سام ريست، عايز تو جيت سام سليب، ده البيشنت واخد فاكيشن، ده واخد اجازه، ده كذا، ممكن اديله الفيرست جنريشن عادي وموجود ومتاح ومنتشر في ادويه البلد. اوكي. فعلى حسب الكيز اللي قدامك تشوف البيشنت ده انت عايز تنيمه ولا عايز ما تاثرش على السليب باترن بتاعه، تشوف هتستخدم ايه. طيب مستر كريم بيسالك عن الانفلونزا فاكسين، would you recommend the flu shot for time being؟ هل هتدي له الفلو شوت فور ذا تايم بينج؟ اوكي. الفلو شوت ما فيهاش مشكله، وعايز اقول لكم ان في بعض الريفرنسز قالت ان ما فيش مشكله انك تستخدمها اثناء ما في اعراض كومن كولد خفيفه. اوكي. مشكلتي هنا ايه؟ ليه مش هديله هنا الفلو فاكسين؟ مش هديها له عشان احنا في السمر سيزون. اوكي. ممنوع منعا باتا ان البيشنت ياخد الفلو فاكسين في وقت غير الفلو سيزون. اوكي. انت بتبدا الفلو سيزون بتاعي اللي هو اعتبارا من اكتوبر. طبعا هي الموضوع بيدخل فيه شويه افيلابيليتي، يعني ساعات الفاكسين مش بيتوفر على مستوى العالم كله في نفس الوقت. في مناطق بقى تبدا من اول سبتمبر اكتوبر نوفمبر يبدا يتوفر الفاكسين. وانس ان الفاكسين بدا يتوفر في خلال الثلاث شهور دول مع بدايه فصل الشتاء تبدا تاخد الفلو شوت بتاعتك. بعد كده ما لهاش لازمه، يعني نيجي بقى ندخل على فبراير ومارس والكلام ده خلاص ما ليش قيمه انك تاخد الفلو فاكسين. تمام. طيب بعد كده اسئله ماتش سهله ما فيهاش مشكله. مونو كلونال انتي بودي بستخدمه كاميونو سيرابي، طبعا الاوماليزوماب. بلاك بوكس وورنينج عشان ممكن يسبب نيورو سايكاتريك سيمتومز، ده المونتي لوكاست. سكند جنريشن انتي هيستامينك هيبقى الليفوسيتريزين. انترنيزال ستيرويد طبعا هيبقى الفلوتي كاسو. طيب كيس برضو الجميله على الجيرد، وكنا نبهنا على المعلومات اللي فيها في الـ واحنا بنحل الكيس بتاعت الجرد. مستر علي عنده 50 سنة وعنده اوبستي، راح للكوميونتي فارماسي، بيشتكي من ريسنت اونست هارت بيرن، بيشرب 1 كاب اوف كوفي بير داي، ولاست ميل كانت في 8 بي ام، وبعد كده راح تو سليب عند 11 بي ام. ده الجدول اليومي بتاعه، يعني بيشرب كوباية قهوة في اليوم، بياكل اخر وجبة الساعة 8 بالليل، وبينام الساعة 11 بالليل. طيب مستر علي ادفايس مستر علي تو لوز ويت سو هي كان جيت بيتر كنترول اوفر سيمتومز اوف هارت بيرن، ترو اكيد. تمام. احنا اتفقنا ان الويت ريدكشن بيسبب من 30% او اكتر تحسن في اعراض الهارت بيرن، فمهم جدا ان لما يجي لك حد اوبيس وبيشتكي من هارت بيرن او جيرد ان انت اول حاجه تنصحه ان انت تنزل وزنك شويه. دي نصيحه عامه. طيب ادفايس مستر علي تو ليميت هيز كافيين انتيك، لا. ليه؟ هو 1 كاب اوف كوفي بير داي، فالموضوع اتس نوت ا بيج ديل. انت فاهم الموضوع؟ احنا قلنا فوق الثلاثه او فوق الخمس كوبايات في اليوم هتقول له يقلل. تمام. لكن واحد بيشرب كوبايه قهوه في اليوم، كوبايتين قهوه في اليوم، مش هي دي اللي مسببه له السيمبتومز. طيب ادفايس مستر علي تو تيكس لاست ميل ات 10 بي ام، لا. هو كده ماشي كويس، يعني هو لما ياخد اخر وجبه الساعه 8 ويروح ينام الساعه 11 يبقى هو الراجل ماشي كويس، بيفصل ما بين ميعاد النوم بتاعه ميعاد اللاينج داون وميعاد اخر وجبه 3 ساعات. ودي نصيحه عامه بنقدمها لكل الناس، فانت ما تقولوش بقى لا اخر وجبتك لحد بالليل، لا. هو اخر وجبه بياخدها الساعه 8، ده كده ممتاز جدا، لا ياخرها ولا يقدمها، هو كده تمام. طيب ادفايس مستر علي تو هاف فريكوانت سمول ميلز، يس اكيد. دي برضو نصيحة عامة تنصحها لأي حد عنده جيرد، اللي هو يفضل ان انت تاكل فريكوانت سمول ميلز، دي بتساعد في انك تتحكم في الاعراض بتاعة الهارت بيرن. طيب السؤال اللي بعده، الاكسترنال هيمورويدز ار يوجوالي بينلس، لا. الاكسترنال هيمورويدز يوجوالي بينفول. رابر باند ليجيشن از نوت افكتيف فور اكسترنال هيمورويد، يس. رابر باند ليجيشن بستخدمها للانترنال هيمورويدز بس. انترنال هيمورويدز اوريجينيت اباف الدنتيت لاين، اجابه صحيحه. الانترنال هيمورويد بتبقى من فوق الدنتيت لاين. سينكوكاين والبنزوكاين واللينوكاين تعتبر اكزامبلز من اللوكال اناستكس اللي بستخدمهم في الانتي هيمورويدز. طيب السؤال اللي بعده ده كانت كيس برضو جميله على البيشنت كونسلنج،
تمام، حد كان بيشتكي من acute constipation وانت وصفت له السنة لاكس، اوكي 2 تابلتس توايس ديلي. الراجل بعد كده كلمك قال لك I am feeling some abdominal cramp، انا حاسس بابدومينال كرامب، ايه الريبلاي بتاعتك، ايه الريسبونس بتاعتك على الكلام ده؟ تمام، هتقول له يقلل الجرعة ولا يكمل عادي مفيش مشكلة، ولا يستخدم بوسكوبان انتي سبازموديك، تمام، ولا نو وورز ذير از ان اكسبكتد افكت. يس نو وورز ذير از ان اكسبكتد افكت، ما تقلقش خالص، هو اي دواء هتاخده من مجموعه السنه والبيساكوديل والمجموعه ستيمولانت لاكستيف بعد 3 4 ساعات هيعمل لك شويه ابدومينال كرام، وده معناه ان الدواء بدا يشتغل واللاكسيشن افكت يعني هيبدا تبدا تشوف لاكسيشن افكت، فالريسبونس بتاعتك نو وورز. تمام، فاللي كان بقى بيفكر في الامتحان وكان في حد بيسالني على البسكوبان ومش عارف ايه، لا ده انت ما سمعتش بقى اللي انا قلته. اوكي، فاحنا قلنا في البيشنت كونسلنج خد بالك ان البيشنت كونسلنج للاستيمولانت لاكستيف انها بتسبب ابدومينال كرامب اكسبكتد سايد افكت، مش محتاج انك تتعامل معاها خالص. بالعكس ده لو خد بسكوبان او حاجه انتي كولينرجيك ممكن تعمل كونستيبيشن، فهيستخدم زي ما هو. طيب بعد يومين او ثلاثه من استخدام الدواء ده البيشنت جه قال لك والله ده انا شفت عندي يورين كلر تشينج، لون ان البول بقى اورنج او بقى غامق او كده. تمام، طيب اتفقنا ان مجموعه السيناسويدز الانثراكينون جلايكوسايدز كلها المجموعه دي بتعمل هارمفول سوري هارمليس ديسكلاريشن اوف يورين، فما اطمئن خالص، فالاجابه بتاعتي لازم هتكون نو بروبلم سير، جاست كيب كالم اند يوز ذيس دراج كان كوز هارمليس ديسكلاريشن اوف يورين، استخدام الدواء ده ممكن يعمل هارمليس ديسكلاريشن، فما تقلقش وكمل الدواء ده زي ما هو، ولا يورين اناليسيز ولا الكلام ده خالص. طيب البيشنت بقى بعد لما استريح على الدواء ده بدأ يشتري الدواء ده من نفسه من السوبر ماركت او تي سي من غير استشاره طبيه. الستيمولانت لاكستيف من اشهر المجموعات في اللاكستيفز اللي بتسبب حاجه اسمها لاكستيف ايه؟ لاكستيف ابيوز. ان البيشنت لما بيستخدمها ريبيتدلي على مدار فترات طويله يبتدي يبقى معتمد عليها بشكل فيزيكال ديبندنس. ما يعرفش يدخل الحمام، ما يعرفش يدخل يعمل ديفيكيشن الا لما يستخدم الستيمولانت لاكستيف. وعلى فكره بتعمل توليرانس كمان، يعني بتعمل فيزيكال ديبندنس وبتعمل توليرانس، يعني ممكن تلاقي البيشنت عشان يدخل يعمل الحمام مره واحده تلاقيه خد شريط كامل من اللاكستيفز، او خد 3 4 اقراص بعد ما كان بياخد قرص بقى بياخد 3 4 اقراص، وبعد كام شهر يبتدي ياخد 5 6 اقراص وهكذا. فمن اخطر انواع اللاكستيفز اللي بتسبب توليرانس وفيزيكال ديبندنس هي الستيمولانت لاكستيف اللي احنا بنسميها لاكستيف ايه؟ لاكستيف ابيوز. طيب بننصح مستر رمزي ان هو طبعا تو اد الفول البروبايوتيك فورتيفايد ميلك او يوجرت تو هيز دايت. اتفقنا ان البروبايوتكس طالعه ترند من فتره طويله من ضمن البكتيريا والحاجات اللي تعتبر صحيه وبتساعد في عمليه الهضم وبتساعد في تنظيم حركه المعده والهضم. طبعا اللو فايبر بيلد فروتس لا، قلنا لو هتستخدم الخضروات والفواكه ما تقشرهاش، خليها بالقشره بتاعتها لان القشره بتاعتها هي اللي بتحتوي على اكبر كميه من الفايبرز. تمام، الكيكس والبيبسي والشيتوس اكيد غلط. طيب السؤال بقى اللي هو بتاع انسر ويز كونفيدنس انك تجاوب بثقه. طيب يوز ذا اورالي فور ميل باترن اندروجينيك الوبيشيا، اللي بيستخدمه اورالي فور ميل باترن اندروجينيك الوبيشيا هو الفينسترايد 1 مللي جرام مش ال 5 مللي جرام. ال 5 مللي جرام بستخدمه في البناين بروستاتيك هايبرتروفي، فالاجابه هتبقى نون اوف ذيس. يوزد توبيكالي فور فيميل باترن اندروجينيك الوبيشيا، مش المينوكسيديل 5%، المفروض كان يقول 2% وهنا دي برضو هتبقى نون اوف ذيس. طيب اف دي ابروفد تريتمنت تو جرو الاي لاشز هيبقى طبعا البيماتو بروست اللي هو التوبيكال. دراجز اوف فريش تشويس فور الوبيشيا ارياتا هيبقى توبيكال ستيرويد البيت نوفيت. البيت نوفيت سكالب طبعا هي اهم حاجه للالوبيشيا ارياتا. طيب الأسئلة اللي بعد كده على الـ eye disorder. طبعا بيشنت عنده red swollen painful lump في الـ upper eyelid، ده هتبقى الستاي، والستاي بيكون filled with pus وبيعتبر ocular surface disorder لأ، والمين كوزيتيف ايجنت هيكون طبعا فيرال انفكشن برضو لا، طبعا دي هنا بتبقى بكتيريال ايجنت ستافيلوكوكال.
طيب السؤال اللي بعده على الدرماتولوجي. ده هنا بيشنت عندها السمول بلاسترز كروبس على الابر ليب، طبعا دي مشكله الايه؟ الكولد سورز اللي هي هيربس سيمبلكس تايب 1، بتتنقل عن طريق دايركت كونتاكت ودروبلت طبعا. التريتمنت ريجيمن هيكون فيه انتي فايرال ايجنت، لازم يكون توبيكال، توبيكال اي سايكلوفير وذيس تايب بريزنتد افتر ريكارنس اوف برايمري انفكشن. يس طبعا ده بيحصل برايمري انفكشن في التشايلد هود زي ما شرحنا، وممكن هذه الانفكشن تتكرر بعد كده ليتر في الادلت هود، فطبعا ده بيحصل بعد برايمري انفكشن فين؟ في التشايلد هود. بكده نكون خلصنا. حليت معاكم البراكتيكال، لان هيكون في حاجات يعني افكار ممكن تكون متشابهه، ممكن تعديل في الفكره، ممكن حاجه مختلفه، يعني مجرد ان احنا برضو بنعمل ريفريشمنت للمعلومات وبنراجع المعلومات بتاعتنا والمواضيع بتاعتنا. في نهايه هذه الريفيجن بشكركم، وما تنسوش الماسكات بتاعتكم، ما تنسوش الكالكوليترز. ان شاء الله الامتحان سهل جدا ومباشر، جميع الاجزاء الكومبليت سهل ومباشر، وكلمه ورد غطاها. والام سي كيو في جميع الاجزاء برضو جاي بسيط ومباشر. تمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.